صباح الخير. كل يوم بحاول يعني أقفش الفكرة اللي جاتني في بداية اليوم. النهاردة بعد ما شربت قهوتي الصبح كنت حاسة اني عايزة اشرب حاجة تانية، عايزة اشرب حاجة دافية لان زوري وجعني شوية، وحاسة ببداية دخول برد وجيوب انفية، فيعني عايزة يعني الواحد يهتم بنفسه شوية. فالمهم فتحت الدرج اللي فيه الاعشاب اللي عندي، جنزبيل، كاموميل، مش عارف ايه، لقيت علبة مكتوب عليها الاعشاب المنحفة، حاجة انا كنت جبتها من فترة وانا برضو في المحل بجيب انواع من الشاي مختلفة وحاجات زي كده احطها عندي. وفي الفترة دي يعني انا زي اي حد فيكم بعاني برضو من وزني الزايد، وعلى مدار السنين بحاول شوية مش عارف ايه، بس قريت حاجات كتير قوي قوي وعارفة الصح وعارفة ايه اللي مفروض يتعمل، بعمله ولا لأ دي مشكلة. وبحاول اظبطها واتابعها، ولكن فكرة بقى الاعشاب وده فكرني، يعني شوفوا الاحداث بتتربط كده ببعضها، معرفش يعني انا مخي دايما يفتكر، ومش مخي انا بس، مخنا كلنا، ان في حاجة اسمها اسوسيشن، الارتباطات، موضوع يدخل في موضوع يدخل في موضوع. المهم من فترة في متابعة على القناة بعتت لي مسج وقالت لي انا بحب قوي لبسك واحيانا بتبقي عاملة مكياج معين ولفة طرحتك بلفة معينة، عايزاكي تعملي عن الحاجات دي. فرديت عليها والموضوع تحول لشات حتى، هات وخد. قلت لها معلش ده مش الحاجة اللي انا مهتمة بيها ومش الحاجة اللي انا بعملها، انا بحب اتكلم شوية في القيادة، شوية في البيزنس، شوية في الحياة وازاي نخلي حياتنا احسن. انا نفسي بدور على قنوات اللي فيها الناس متخصصة، هم اللي بيتكلموا عن المكياج، بيتكلموا عن الموضة، بيتكلموا عن الستايل، على الحاجات دي. ومع ذلك انا عملت برضو كام فيديو ازاي تكوني جميلة الجميلات، ازاي تكوني انيقة دائما، وبعت لها لينكات الفيديوهات دي. فساعتها قالت لي انت لو عملتي المواضيع دي هتلاقي عندك متابعين بالملايين. ف يعني ساعتها لا خلاص، لان ده مش الجمهور اللي انا بستهدفه، مش ده الجمهور اللي انا بكلمه، انا بكلم رجاله وستات، كلامي مش للستات بس، احيانا بخصص كلام للستات بس، لكن كلامي كله كلام عام. ندخل نرجع تاني بقى للايه، للاعشاب المنحفه دي. ففي الفتره دي قعدت ادور في ايه بقى القنوات اللي بتستهدف الجمهور العربي، ومش الجمهور العربي بشكل عام، السيده العربيه. لقيت كميه فيديوهات وقنوات عن خلطات ووصفات واعشاب، والشيء الغالب انه حاجات للتخسيس وحاجات عشان تخلي بشرتنا حلوه. انا بستخدم، ما تفهمونيش غلط، انا بستخدم وصفات احيانا، انا من زمان جدا جدا وانا دايما اعمل ماسك الزبادي والعسل والليمون، ومعروف الزبادي فيه حمض اللاكتيك بيقشر البشره، الليمون فيه فيتامين سي بيبيض البشره، العسل انتي بايوتيك طبيعي، اي التهابات اي حاجه بتروح عادي بعمله. مره مثلا قريت ان العنب فيه انتي اوكسيدنت، فبقيت لما اجيب عنب امسك العنبيه اكسرها واعمل بيها، مفيش اي مشكله. ولكن انا بقى فتحت القنوات دي وفتحت لقيت وصفات بالهبل، هتخسي 5 كيلو في الاسبوع، احرقي الدهون وانتي نايمه، مش عارف ايه، كلها شورت كاتس، كلها حاجات للناس اللي بتستسهل. طبعا من قرايتي انا عارفة ان المسألة
عبارة عن معادلة حسابية. موضوع الوزن ده معادلة حسابية، سعرات حرارية داخلة، سعرات حرارية خارجة. لو السعرات الحرارية اللي داخلة أكتر بكتير من السعرات الحرارية اللي خارجة، جسمنا هيخزنها في شكل دهون وهنتخن. لكن لو السعرات الحرارية اللي داخلة قد اللي خارجة، هنفضل محافظين على وزننا. لو اللي داخل أقل من اللي خارج هنخس. ده لو احنا ما عندناش أي مشاكل صحية. في ناس عندها مشاكل صحية، عندها خلل هرموني بيسبب ده، عندها مشاكل مثلا معينة بتاخد لها دواء، فالآثار الجانبية للدواء بتعمل زيادة في الوزن نتيجة مثلا لحبس المية في الجسم، مش عارف ايه وهكذا. فكون بقى ان انا اجيب اعشاب واعملها، انا عايزة اقول لكم الاعشاب دي انا مش بحب اشربها. ليه؟ لان ببساطة بتعمل اسهال. وات ميك سنس، حاطين شوية اعشاب مسهلة، فلما ناخد الاعشاب المسهلة دي هنطرد الفضلات اللي في بطننا، نقوم نخف شوية. لكن لا هي بتحرق دهون، ولا الوصفة العجيبة اللي مش عارف ايه ولا الايه، والناس دي بتعمل فيديوهات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عن الوصفات دي. الوصفات مثلا بتاعت الجلد، وصفات لحب الشباب. طب نيجي تاني، ايه سبب حب الشباب؟ حب الشباب اهو اسمه الشباب، يعني بداية البيوبرتي، يعني بداية سن البلوغ. ايه اللي بيحصل في سن البلوغ؟ هرمونات. الهرمونات في جسمنا بتشتغل، هرمونات الذكورة وهرمونات الأنوثة. من ضمن الآثار الجانبية للهرمونات دي ان يطلع حب الشباب، وانواعه كتيره، واللي بيجي في الجسم واللي بيجي في الظهر واللي بيجي معرفش فين، واللي بيبقى متكون تحت الجلد وعامل كذا طيب انا لو طحنت الترمس وقعدت ادعك بيه وشي، كل اللي حصل اني بقشر الطبقه الخارجيه دي. انا لو جبت حبه رمل وحطيته مع شويه صابون وغسلت وشي، هقشر الطبقه الخارجيه دي. يمكن ينفع مع ناس معينه اللي هو حب الشباب بتاعها محتاج نظافه او محتاج احماض معينه بس تشيل اللي هي الطبقه الخارجيه دي. لكن لو هو حب شباب هرموني، لا ترمس هينفع ولا معرفش ايه هينفع ولا الكلام ده هينفع. حتى فكرت ايه بقى سبب الانتشار الفظيع للقنوات دي. من ضمن الحاجات، انا كنت بكلم ابني وبيقولي اه صحيح يا ماما انت عندك كم متابع؟ فقلت له، كان ساعتها 3000، قلت له 3000. قال لي ايه ده؟ ايه احمد وزينب المتابعين بتوعهم بالملايين، ده مش عارفة بيكسبوا في الفيديو الواحد كذا، ده مش عارف ايه. دخلت اشوف انا ايه دول، كلام عبيط كلام اهبل. وبصراحة زعلت قوي قوي على الوقت اللي انا ضيعته في ان انا اتفرجت على كلام اهبل زي ده. لا استفدت معلومة، ولا حتى كانت تسلية لطيفة، ولا اي حاجة. ايه اللي احنا بنعمله في نفسنا ده؟ يعني عارفين الانترنت عاملة زي السوق. انت بتنزل السوق، فيه الغث وفيه الثمين، فيه الرخيص وفيه الاي كلام، وفيه اللي جودته عالية، وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. ما اللي هيروح يشتري الغث والرخيص مش هو ده الشخص اللي هيقعد يسمع لحد بيتكلم في موضوع، يعني موضوع محتاج مخ يفهم ويحلل ونصيحة ويطبقها والكلام ده. لكن انا اكتشفت ان في عطش شديد في مجتمعاتنا ناتج عن قلة العلم. والعلم هنا انا ما بتكلمش على
درجة دكتوراه أو الجامعة أو المدرسة. العلم هنا النولج يعني المعرفة. فده طبعا فتح باب لأي حد يقول أي حاجة، كله يتكلم في كله. أنا ليه دايما أقول لكم أنا مش دكتورة، أنا مش طبيبة، أنا مقدرش أدي نصيحة طبية، أنا ممكن أتكلم من واقع خبرتي. أنا يعني وزني الزايد مش نتيجة مرض، الحمد لله، نتيجة خلل في ميزان الكالوريز. فمهما شربت من أعشاب ومهما شربت من وصفات وخلطات وتعملي الصبح قرفة وليمون ومش عارف ايه والكلام ده، مش هتخسي. ليه؟ لأن طول ما انتي مدخلة كالوريز هي هي وما بتخرجيش كالوريز أكتر، هتتخزن ولا هتخسي ولا بتاع. ممكن خلطة من الخلطات دي تنزل شوية مية من جسمك وتبقي دي هايدريتد كمان، يبقى في جفاف. لكن لو في ناس السمنة بتاعتهم ناتجة لمرض، تكيسات مثلا، مش عارف، حاجات، خلل هرموني او مشاكل عندهم في الكلى، فالمية بتتخزن وبتترسب والكلام ده كله، يمكن لو خدوا الاعشاب دي يضرهم ويبهدلهم. وانا صغيرة كان بابا مصاحب عطار، وبابا بيحب قوي الخلطات والحاجات، وكل ما اكلم ماما تقول لي باباكي بيقعد يحط حاجات على بعضها وربنا يستر. العطار ده قال له انا عندي وصفة هايلة للكلى، وصفة هايلة. وكان له صديق عنده كلى، وقال له بس صاحبك مش هيغسل كلى تاني، والراجل اخد الوصفة بحسن نية من بابايا وبحسن نية من عمه ده الله يرحمه، ومن ما اعرفش بقى حسن نية من العطار ولا مش حسن نية. قرأ حاجة في كتاب، عملها خلطة، عملها وصفة، شوية اعشاب، حتى ما نقدرش نتأكد من ان ايه هي المكونات اللي في الخلطة دي. والراجل حالته تعبت خالص خالص، بس مش ما ماتش من السبب ده. وعلى طول اولاده كلموا بابا، قال لهم خلوه يوقف الكلام ده على طول، خلوه يوقف الكلام ده على طول. احنا عايزين شورت كاتس، احنا بنستسهل، عايزين تخريمة كده من الشوارع الجانبية عشان نوصل للوجهة اللي عايزين نوصلها. الطب احيانا بيعجز، احيانا بنروح لدكتور مش فاهم، احيانا بيدينا نصيحة غلط. طبعا بيحصل، بس ده مش معناه ان انا وانا قاعد في البيت اشوف قناة على اليوتيوب قاعدة عمالة تعمل وصفات وخلطات. انا قعدت اشوف الـ التعليقات، الناس كاتبة الله يكرمك، مش عارف ايه، افدتيني. مفيش ولا واحد ولا واحدة كاتبين انهم جربوا الوصفة دي ونجحت معاهم. انا لو شفت وصفة من الوصفات ونجحت معايا هكتب للشخص ده واقول لها اشكرك على الوصفة دي، انا طبقتها وعملتها ونجحت معايا كذا كذا كذا. لقيت من ضمن التعليقات مثلا اللي قريتها كانت على وصفة لتبييض السنان، والوصفة فيها بودرة الفحم و البيكنج صودا. وده حاجة عارفينها من زمان جدا جدا، عارفين ان البيكنج صودا بتبيض السنان، معجون السنان نفسه اللي احنا بنستخدمه فيه بيكنج صودا. والبيكنج صودا من الحاجات المنظفة اللي انا بحطها احيانا، بجيب ازازة وبحط خل، بحط بيكنج صودا واعملهم مع بعض. الست اللي عاملة الوصفة دي حتى كمان معاها بودرة الفحم. بودرة الفحم عارفين زي الصنفرة، شوفوا كده الصنفرة. الصنفرة فيها انواع من التراب وبودرة الحديد والرملة بنعومات مختلفة. هيقول لك الصنفرة دي بنستخدمها عشان ننعم بيها كذا، وليها درجات، والناس اللي شغالين في
في حاجة فيها تصنيع حديد، او في حاجة تصنيع او الجلخ او الـ انا برضو مش قادرة انسى ان انا مهندسة ميكانيكا، او ورش النجارة بيبقوا عارفين انواع الصنفرة دي ودرجات نعومتها. فكرة غسل السنان شبه الصنفرة، معجون السنان مع احتكاك الفرشة بيشيل طبقة البلاك اللي هو الجير ده اللي هي بتصفر السنان وهي اللي بتتلون. الحاجة التانية كمان ان اسناننا فيها مسام، في حد مسامه كبيرة فاسنانه بتبقى ضعيفة. انا من الناس دي، انا مقدرش اروح لدكتور السنان يعمل لي تبييض. جربت والدكتور بنفسه قال لي مش هينفع معاكي لان السنان بتاعتك بورس، يعني مليانه مسام واسعه، ولو زودنا شويه على اسنانك هتبوظ. فبعمل ايه؟ يعني مثلا من ضمن الحاجات انا بجيب ايفا سموكرز، لان الدكتور نفسه هو اللي قال لي عليها. قال لي ايفا سموكرز حنينه على اسنانك، استخدميها. نرجع تاني للوصفه بتاعت الست دي على اليوتيوب. حطت البيكنج صودا مع بودرة الفحم، عملت صنفرة صعبة قوي ما تنفعش لكل السنان، فالست عملت بيها وبوظت سنانها وجابت لها التهابات وعملت لها حاجات ومحتاجات مش مظبوطة خالص. في مثلا وصفات للجلد، انا واحدة من الناس عندي حساسية، عندي حساسية من حاجات كتير قوي. لو خدت الوصفة دي وبهذه المكونات وعملتها يمكن يحصل رياكشن، يحصل رد فعل مش مظبوط. فمش عشان الشهرة ومش عشان الحاجات دي. وبعدين على فكرة الناس دول لا بيقروا ابحاث ولا بيقروا بتاع، كل الحكاية انهم بيروحوا لبلوجات ومدونات، واحد كاتب على الليمون وان هو فيه فيتامين سي، تبص تلاقيها بتتكلم كذا كذا كذا، وهي مثلا بتقول على نفسها ان هي دكتورة ولا مش عارف ايه. ماشي اوكي، انتي دكتورة درستي الكلام ده في الجامعة، درستي مش عارف ايه، كملتي دراستك في دراسات عليا وتخصصتي في حاجة. ايه كل حد ينصح اي حاجة واحنا نسمع اي حاجة ونطبق اي حاجة؟ ليه؟ عشان الشورت كاتس، عشان التخريمة اللي عايزين نخرمها عشان نوصل للي احنا عايزين نوصل له. خدوا بالكم قوي. وانا كمان دلوقتي افتكرت ان انا لازم اروح ارمي الاعشاب المنحفة دي في الزبالة، ولا خليها لما يبقى في حد عندنا عنده امساك. يا جماعة احنا ممكن نكون متخرجين من مدارس ومتخرجين من كليات ومتخرجين من الجامعة، لكن برضو لا نفقه شيء، لان احنا ما بنديش فرصة لمخنا انه يستوعب المعلومة ويقيمها. ومش اي حاجة مكتوبة على الانترنت ناخدها كده وخلاص. زي ما بقول لكم الانترنت سوق كبير، اي حد يجي يحط فرشة ويعرض البضاعة اللي عنده، والبضاعة في منها البضاعة السليمة وفي منها البضاعة المضروبة، في منها الرخيصة اللي مش هتفيدك لان تمنها اي كلام هتشتريها وتتكسر، وفي البضاعة اللي ليها تمن الغالية لكن الموزونة. ومش عشان قناة فيها مليون متابع معناه ان الكلام ده هو اللي بيقولوه كلام كويس. في قنوات تافهه وهايفه وسخيفه كمان وعليها ملايين المتابعين. اللي بنتفرج عليه بالظبط عامل زي الاكل اللي احنا بناكله. لو اكلت حاجه حمضانه هتبوظ لك معدتك، ولو اتفرجت على حاجه حمضانه هتبوظ لك مخك. ما تستهونوش بالحاجات اللي بنتفرج عليها والحاجات اللي بنكونسيوم، بنستهلكها بنشربها كده
من التلفزيون ومن الفيديوهات، وخصوصا ان يعني دلوقتي بقت العملية سهلة جدا، اي حد يقدر يعمل فيديو. انا دلوقتي مش مفيش اي صعوبة خالص على السيلفون بتاعي وحتة مايك ومن أوضة النوم بكلمكم، موضوع سهل قوي. لكن المحتوى بقى هو اللي صعب. تاني، لما تاكل حاجة حمضانة هتعيا، ولما تتفرج على حاجة حمضانة مخك برضو هيتأثر. اعقلها كده وشوف، واعقليها كده وشوفي، شوفي بتتفرجي على ايه، شوفي كده الهيستوري بتاع اليوتيوب بتاعك، بتاع الفيديوهات اللي بتجيلك على الفيسبوك. ده ياخد 5 دقايق، وده ياخد 10 دقايق، وده ياخد، تلاقيكي في وسط النهار ضيعتي ساعتين على كلام فاضي، لا اتعلمتي حاجة حلوة، بالعكس ده انتي ممكن تتعلمي حاجة وحشة تسوق حياتك وتسوق صحتك وتسوق علاقاتك وتسوق كل حاجة وما استفدتيش حاجة. شوفوا بتتفرجوا على ايه، واوعوا تتفرجوا على الغث ولا الرخيص. طولت قوي قوي قوي، بس النهاردة كده برضو يوم واخداه على الهادي، وهكلمكم كمان شوية. مع السلامة. انا مع الترينر الكوتش بتاعي. اوكي خلاص، انا مش بصورك خلاص. اوكي يمكن اللي انا بعمله مش صح، يمكن اللي انا بعمله مش باوزان تقيلة، بس انا كان عندي اصابة في كتفي، فكون ان انا بعرف ارفع دراعي ده انا كده سعيدة جدا جدا جدا. شفتوا بقى اليوجا بتعمل ايه؟ دلوقتي اقدر امسك اوزان يعني 5، ها، وايه، واحركها على قدك، ها، على قدي بالظبط. انجوينج، ها، دي صورة خالص كيوتي باي، كيوتي باي، كيوتي تتاتا. Hmm.